هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. من قلب المحنة يولد الإبداع والأمل، هكذا بدأت قصة اختراعي لغة برايل في القرن التاسع عشر بمعاناة الفرنسي لويس برايل الذي فقد بصره في سن صغيرة، ولكن عزيمته منحته الفرصة لاختراع وسيلة مبتكرة للقراءة والكتابة ساعدت ملايين الأشخاص من المكفوفين حول العالم على تخطي الإعاقة وتحقيق إنجازات في مختلف المجالات. الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل وأوضاع المكفوفين في العالم هو موضوع مطروح للنقاش. لا يستطيع أحد إخفال حجم التحديات التي تواجه المكفوفين في العمل والتعليم. هؤلاء المكفوفين يجاهدون من أجل شق طريقهم في التعليم والدراسة عبر طريقة برايل. إذا تحدثت مع أحدهم ستكتشف طاقة أمل وحب تتسع لها السماء. أكثر من 30 مليون عربي هم من المعاقين بصرياً، يسعى كل منهم في تحقيق ذاته، ولكن في بعض الأحيان فإن الإهمال والإقصاء المجتمعي يعصف بأحلامهم. لا يمكن أن ينكر أحد أن المشهد مختلف في 2023 عن رواية الأيام لطه حسين، فالمكفوفين في عالمنا العربي في اليوم العالمي للغة برايل اقتحموا الكثير من المجالات وأصبحوا جزءاً فاعلاً في مجتمعاتنا العربية، ولكن هذا لا ينفي استمرار الكثير من الصعوبات. فمن لا يخفي رأسه في الرمل يعرف أن المكفوفين ما زالوا يعانون من أجل التوظيف الحكومي في العديد من البلدان العربية، على الرغم من ترسانة القوانين التي تحدد نسباً لأصحاب الهمم وانتشار الجمعيات لدعم وإدماج المكفوفين في أغلب البلدان العربية. يواجه المكفوفون تحديات في استخدام برايل باللغة العربية لنقص الكتب والموارد التعليمية لنظام برايل بالعربي، ومشكلات برمجيات القراءة والكتابة بطريقة برايل بالعربي. العلم والتطور التكنولوجي فتح أبواباً كثيرة كانت مغلقة أمام المكفوفين في السابق، من أبرزها اختراع العصا البيضاء الذي يسهل الحركة بجانب التطبيقات التكنولوجية الجديدة على الأجهزة الإلكترونية المخصصة للمكفوفين. هكذا يسير هذا الكفيف بعصاه البيضاء نحو مستقبله، مستعيناً بقدراته الفائقة وطاقة الأمل التي لا تنضب بجانب التكنولوجيا التي فتحت أبواب أحلام أكبر. لنبدأ النقاش، وينضم لنا من القاهرة أحمد المراغي رئيس تحرير الأخبار برايل. تحياتي لحضرتك وأبدأ معاك. يبلغ عدد الأشخاص المكفوفين حول العالم حوالي 40 مليون شخص، هل من يراهم؟ ماذا قدمت الدول لهؤلاء الفئات؟ تحديداً أنا أقصد هل يتمتعون بحقوق متساوية إلى أي مدى مع الذين يتمتعون ببصر كامل؟ للأسف في مشكلة بسيطة في الصوت. أعيد السؤال على حضرتك أستاذ أحمد المراغي من القاهرة. يعني أستاذ أحمد حضرتك معي الآن، الصوت أوضح الآن؟
يبدو أن هناك مشكلة. نحن نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية ويوم في غاية الأهمية. يعني نحن أمام قصة طفل كفيف هو برايل، استطاع أن يعني بكفاح وباختراعه لهذه اللغة أنار الطريق إن صح التعبير، ليس فقط للمكفوفين ولكن للإنسانية بشكل عام، لتأتي أسماء عربية عظيمة يعني وتسير على طريقه المفروش بالصعوبات الممتزجة بالطبع بالإبداع، كالاستثنائي سيد مكاوي ملحنا ومطربا، أيضا عمار الشريعي، يعني نحن نتحدث عن أسماء عظيمة، أيضا عمار الشريعي الذي يعني أبصرنا بأنغامه الكثير من المعاني، وطه حسين أيضا طبعا الذي لم يبصر الحروف ولكنه توج عميدا للأدب العربي رغم صعوبات يعني القصص والكثير من القصص، ولكن أسماء في التاريخ مهمة جدا. إذن أصبحت التوعية بحقوق المكفوفين ضرورة في مجتمعاتنا العربية. التفاصيل في التقرير التالي. هنا في شارع الحبيب بورقيبة يجري الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، وهي المناسبة التي اختارتها جمعية إبصار للتعريف بهذه اللغة الفريدة. اليوم جينا نعرفوا عموم الناس المواطنين والمواطنات في شارع بورقيبة بمعنى كتابة براي، تاريخ كتابة براي، كيف تكتب كتابة براي، وايضا ادوات كتابة براي، وكيف تقرا كتابة براي. واليوم اقتدمنا الفرصه باش يكون عندنا على الاقل هديه للمواطنين والمواطنات، نكتبوا لهم اسمائهم بطريقه براي، باش تكون على الاقل نوع من تعرف على الوعي لدى المواطنين والمواطنات بهذه الطريقه، وايضا نبين للعموم ان الاشخاص ذوي الاعاقه قادرين على التطور وقادرين على النفاذ المناصب القصوى وايضا النفاذ العمل في الشان العام والشان السياسي. برايل، هذه الطريقه التي تعتمد اللمس وبفضلها يستطيع المكفوفون الكتابة والقراءة، تثير فضول البعض ويحاولون تعلمها. فما برسة عبيد إيجابيين لقيتهم، يعني عبيد حبوا يتعلموا طريقة براي، وهذا يعكس قبولهم للاختلاف وتسامحهم مع الآخر ومعنتهم قبولهم للآخر. لغة البرايل تساعد المكفوفين على التمتع بحقوقهم وممارسة واجباتهم، ولهذا السبب يضاف إليها مبادرات عديدة أخرى تستغل التكنولوجيا الحديثة لجعل المكفوفين يتمتعون بحياتهم كبقية المواطنين. من هذه الابتكارات نظارات ذكية اخترعها طلبة لمساعدة المكفوفين. نظارة ذكية تسمح للمكفوف بمزيد من الاستقلالية، وذلك عن طريق يعني كاميرا مثبتة في النظارة، ويقوم هاتف جوال بتحليل الإشارات المبعثة من الكاميرا استناداً لخوارزمية الذكاء الاصطناعي، ثم من ذلك على حسب القرارات يتم إرسال المعلومة لسماعات مثبتة في أذن المكفوف، ومن ذلك يتمكن هذا الأخير من أخذ القرار المناسب في الحركة في الوقت المناسب. أبرز التحديات التي تواجه هذا المشروع الواعد هو توفر الاستثمارات اللازمة لوضع لمساته الأخيرة والبدء بتسويقه، فيما بدأت عروض شرائه تتهاطل. من تونس، نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر. لغة برايل تعيد الأمل ليس فقط للمكفوفين ولكن للإنسانية. لمزيد من النقاش ينضم لنا من القاهرة مرة أخرى أحمد المراغي، رئيس تحرير الأخبار برايل. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك مرة أخرى. وكنت أسأل حضرتك، عدد الأشخاص، يبلغ عدد الأشخاص المكفوفين حول العالم حوالي 40 مليون شخص، ونتحدث أن هناك إحصائيات تشير إلى أن كل خمس ثواني يتحول شخص في العالم إلى مكفوف، هي أرقام كبيرة. هل من يراهم؟ ماذا قدمت الدول لهؤلاء الفئات؟ هل يتمتعون بحقوق متساوية مع الذين يتمتعون ببصر كامل؟ إلى أي مدى؟ مش سامع.
مساء الخير على حضرتك. أنا هجاوب على الجزء اللي سمعته من السؤال. أولا لي الشرف التواجد مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. الجزء اللي سمعته لغاية لما نشوف إيه المشكلة في تقنية الصوت. عدد المكفوفين ده زي ما أنا سمعت كده في الجزء الأول. جمهورية مصر العربية مصنفة من أكثر الدول العربية اللي موجود على أرضها جزء كبير من إخواتنا من متحدي الإعاقة البصرية. مصر تقريبا طبقا لآخر تعداد من منظمة الصحة العالمية يتجاوز الرقم على أرضها من إخواتنا المكفوفين حوالي 1,600,000 إلى 800,000 متحدي للإعاقة البصرية. على مستوى الوطن العربي احنا بنتكلم في حوالي 8 أو 9 مقارنة بالعالم كله 38 مليون تقريبا. بيتجاوز المسألة دي أو بيخلي فيه صعوبة في مسألة التقييم النهائي أنه في مسألة الإعاقة البصرية تحديدا بيبقى فيه جزء ليه علاقة بضعاف البصر وضعاف وشديد ضعف البصر إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يبقى كفيف تام. هو ده اللي بيعمل مشكلة. بخصوص الاحتفال اللي مصر والعالم بيشهدوا اليومين دول بميلاد لويس برايل، أنا أراها قصة يعني ملهمة جدا. صحيح. يعني لم تأخذ حقها في الدراما ولا الإعلام زي جزء كبير من القصص الملهمة، أمثال هيلين كيلر أو لما اتعملت أفلام عنها أو اتعملت أفلام عن Theory of Everything. يعني في جزء كبير من الدراما أثر شوية في مسألة لويس برايل. قصة لويس برايل ملهمة إلى أقصى درجة وتحتوي في تفاصيلها على نقط غاية في الأهمية، لأنها بتنصحنا بعد مرور هذا الوقت الطويل جدا من الزمن، لازالت بتنصحنا وتلهمنا هذه القصة. لم يكن في مخيلة أي أحد من معارف لويس برايل أو المحيطين به أن هذا الطفل الكفيف الذي فقد بصره في عمر الخمس سنوات سيكون ذكراه نحتفل بها يعني بعد قرنين من الزمان. سيصل إلى أنه يعلم البشرية كلها طريقة جديدة للمس الحلم وطريقة جديدة للوصول إلى ما تنشده من ثقافة وفكر بهذه الطريقة المبتكرة. لويس برايل طفل عادي جدا بيلعب في ورشة والده وهو عمر 3 سنوات. والده كان بيشتغل في حداد، بيعمل حاجات ليها علاقة بالسرج بتاع الحصان والكلام ده. فالطفل بيلعب، فللأسف الشديد عمل مشكلة في عينيه بأحد الـ بنسميه المثقاب، يعني العين فورا تضررت واختفى النور منها. بعد مرور وقت مش طويل، شهرين، كانت العين الثانية تبعا لنفس المرض ونفس الضرر هي كمان كف بصره. الإلهام في القصة يبدأ من هذه النقطة، من لويس برايل نفسه. استطاع أنه يرفض فكرة أنه سجين لظلام، مرورا بالوالد، الوالد اللي ما قالش، برغم أنه وقتها كان مش بنفس التطور اللي احنا فيه دلوقتي ولا بوسائل التواصل ولا بالمدارس ولا بالتقنيات الحديثة، الوالد رفض فكرة أن ابنه يكون أسير في سجن عاهة تقضي على طموحه. واسمح لي عند هذه النقطة تحديدا، يعني تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن المكفوفين هم أكثر عرضة لمعدلات أعلى من الفقر والمشكلات التي يمكن أن تتسبب في عدم المساواة في فرص الحياة. ولكن يعني بحسب برايل يعني هذه القصة أيضا برغم يعني نحن نتحدث عن زمن آخر وإمكانيات ضعيفة أيضا، ولكن فكرة الإرادة. صحيح يا فندم، صحيح. المساواة احنا ده والدمج ده مطلب رئيسي جدا وعادل جدا في مسألة تحدي الإعاقة. نعتبر ان احنا امام زمن مختلف، لازال لغاية وقتنا الحالي بعض الناس ترى في إخواتنا المكفوفين إنه يبحث عن من يمر به أو يعبر به الشارع أو أشياء من هذا القبيل. المسألة تطورت تماما. أنا على سبيل التجربة الشخصية في هذا المجال من 2008 كنت ربنا أكرمني بفكرة عمل مجلة للمكفوفين
هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط اللي بتصدر بطريقة برايل كاملة، يحررها كتيبة مدهشة من متحدي العاقة البصرية. عايز أقول لحضرتك أن كل الشباب اللي معايا في المجلة من 2008 إلى يومنا الحالي ومر عليها مراحل كتير جدا المجلة وتطورت تطورات مختلفة، كلهم من متحدي العاقة البصرية هم اللي بيحفزوني إزاي أشتغل. فبعض الأحيان بطلب الطلب من أحد الأشخاص وعندي تخوف أنه ما يتمش، وفاجأ بيه أنه تم أحسن مما أتخيل بمراحل، لأنه أي حد من متحدي الإعاقة حضرتك بتوكلي إليه أي مهمة بيبقى عنده سببين وحافزين للتنفيذ. السبب الأول أنه يثبت لحضرتك أنه أهل لهذا الاختيار. السبب الثاني أنه يؤدي عمله على أكمل وجه لنفسه. هذا التحدي بيخلق نوع من القدرة المدهشة جدا في تنفيذ ما يوحى إليهم من أعمال، خصوصا في اليوم العالمي للغة برايل. كيف نعرف هذه اللغة ونبسطها أيضا للمتلقي العادي ليس فقط للمكفوفين، أهمية هذه اللغة للإنسانية برأيك أيضا، ماذا حققت برايل حتى الآن للمكفوفين والإنسانية؟ وهل ساهمت يعني زي ما حضرتك ذكرت في منح المكفوفين فرص في التعليم وكذلك العمل أيضا؟ طبعا يا فندم، طبعا طريقة برايل وما شابهها من وسائل لاقتحام عالم الاندماج في المجتمع وصلت بكل المكفوفين حاليا، ان احنا نلاقي منهم دكاترة في الجامعة ونلاقي منهم صحفيين زي ما قلت لحضرتك من دقائق. الفكرة انه مش بس طريقة برايل هي اللي بتعمل كده، احنا امام منظومة كاملة على سبيل المثال تعيشها الدولة المصرية منذ الجمهورية الجديدة. لازم نؤكد ولازم نشير إلى أن احنا في مجال تحدي الإعاقة بشكل عام وتحدي الإعاقة البصرية على وجه خاص جدا، مصر شهدت في خلال السبع سنوات اللي مروا علينا ما لم تشهده في تاريخها كله من اهتمام بهذه القضية. أخيرا بقى في قانون، أخيرا بقى في استعداد تام من الدولة لمشاركة إخواتنا من متحدي الإعاقة في كل الاحتفالات والفعاليات التي تتم. عايز أقول لحضرتك نقطة غاية في الأهمية حضرتك أشرت إليها وأنا بشكرك عليها، فكرة أنه أنا أخد حد من متحدي الإعاقة واروح به للشكل العام والشكل العادي في التعامل في المجتمع. صحيح. ده بيمر بمراحل كتير جدا، بتبدأ من البيت، بتبدأ من المدرسة، بتبدأ من أنه مظلة الدولة تكون مسيطرة على هذه الأمور. إحنا بنتكلم على دولة يعيش على أرضها ما يقرب من 15 مليون معاق أو متحدي للإعاقة أو ذوي همم أيا كان مصطلح اللي بيستخدم، 15 مليون شخص. نحن أمام رقم صادم. إذا اعتبرنا أنها قضية فهي قضية أمن قومي من المقام الأول، جزء كبير. ولذلك جدا أنا سألت حضرتك أهمية برايل للإنسانية، أهمية برايل للمجتمع، فكرة أن يكون هناك تبسيط لهذه اللغة ليس فقط للمكفوفين. فكرة التبسيط قائمة، ما ده بيحصل حاليا. أنا إحنا في مؤسسة أخبار اليوم على سبيل المثال بنطلق حملة اسمها إلمس حلمك، ده العام الثاني ليها بنحتفل بيه اليومين دول، وكانت ابتدت برضو في ذكرى لويس برايل 4 يناير. الفكرة إنه كنا حاولنا إن إحنا نفرض طريقة برايل على المجتمع بشكل عام، لأنه من طموحنا إنه الكفيف لما يروح لبنك في سبيل ان هو يعمل قرض او يعمل فيزا او whatever مثلا، يلاقي الورق اللي بيقراه بدل ما يدور على حد يقراه له، يلاقي الورق ده مطبوع بطريقه برايل، ارشادات معينه في مكان في المرور مثلا، في مستشفيات. عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعنا النشرات الصحيه ايام كورونا كلها بطريقه برايل. ابقى معي السياحة دي جزء هذا يعني هذا عظيم. ملف مهم فضل. جدا ينضم لنا، اسمح لي أن ينضم لنا من الإمارات محمد نصر، اختصاصي في التربية الخاصة. أهلا بك معنا بعد التحية، تحياتي لحضرتك. نحن نتحدث عن لغة برايل، ماذا حققت لغة برايل حتى الآن تحديدا على المستوى التعليمي في مراحل الدراسة المختلفة للمكفوفين بالطبع، وهل لدينا مدارس ومدرسين مؤهلين للتعامل مع المكفوفين؟
أهلا بحضرتك وبشكركم جدا على هذا اللقاء وهذه اللفتة الطيبة منكم. طبعا لغة برايل كانت من اللغة المهمة جدا، وهي حولت، يعني احنا بنقول دايما لويس برايل كان له الفضل في أنه هو حول الألم إلى أمل عن طريق لغة برايل، أو طريقة برايل، هي ليست لغة ولكنها طريقة، فهي طريقة برايل. والغريب في الموضوع أن طريقة برايل لم تطبق إلا بعد ما توفى، يعني هو اخترعها في سن مبكرة جدا عن عمره 16 سنة ولم تعتمد غير بعد هو ما توفى. تعريف لغة برايل في الأمم المتحدة إنها مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية باستخدام 6 نقاط ملموسة. طبعا هذه اللغة فتحت الطريق جدا أمام تعليم الطلاب، فكما ذكرنا مثلا أيام طه حسين كانت اللغة عبارة عن بيجيب، شفنا كلنا بيجيب حد يقرأ له الكتب، وبعدين طبعا كانت معاناة، وشفنا قد إيه المعاناة اللي كان بيعانيها في هذه المرحلة. تطورت لغة برايل إن هي بقت عبارة عن النقاط، الحروف كلها تحولت إلى نقاط ملموسة، فبالتالي الطالب الكتب اللي موجودة تحولت كلها باستخدام طابعات وباستخدام طريقة برايل إلى لغة ملموسة، فكأنه يقرأ الكتاب لا يحتاج إلى أحد إن هو يساعده، ممكن هو بيستخدمها بطريقة عادية جدا. طبعا فتحت الطريق أمام الوسائل بعد كده، يعني دي كانت البداية، إن إحنا عرفنا بعد كده في أجهزة، يعني تخيلي مثلا إحنا في طلبة المدارس حاليا المعلم أوراق العمل أو التدريبات بيعطيها عن طريق فلاشة، فالطالب بيحطها جوا جهاز بيركنز بيحول. ولكن يتحدث البعض عن أن يعني لغة برايل لديها بعض المشاكل تحديدا فيما يتعلق باللغة العربية. لا، هي تحولت الحروف الأبجدية كلها تحولت إلى رموز عبارة عن 6 نقاط، كل حرف وله رموزه المختلفة وأشكاله المختلفة، بيتلمسها الطالب فيتعرف منها على الحروف والكلمات. فكما ذكرت لك، تخيل المعلم عندنا لما بيضع أوراق العمل أو التدريبات على فلاشة بيضعها في الجهاز البركل، فبيتحول إلى لغة برايل، بيجاوب الطالب وهذا الجهاز يحول لغة برايل إلى وورد مرة أخرى. يعني ما فيش حتى المعلم ما تخطينا هذه المشكلة يعني. تخطينا طبعا تخطينا. أما بالنسبة لتوافر الأجهزة، فالأجهزة كلها الآن بقت سهلة جدا في التدريب عليها. طالب المكفوف حاليا في الصفول مثل الطالب العادي، ليس لديه أي مشكلة، بل نقول ليس. بالفعل انتشرت المدارس والفصول المخصصة للمكفوفين في البلدان العربية، ولكن كيف نقيم تجارب البلدان العربية في توفير فرص التعليم للمكفوفين الآن، لو هناك أرقام أو إحصائيات، وأيضا تحديدا مجال العمل أيضا، لأن التعليم مرتبط أكيد بالعمل، وهل هناك مشاكل متعلقة بشق المدارس والتعليم فيما يتعلق بالتمويل؟ هل هي فقط مشكلة تمويل؟ شوفي، لازم نعترف بشيء مهم جدا، أن في هذه الفترة جميع الإعاقات لها رعايات خاصة ولها طرقها الخاصة، وبيستفادوا من التكنولوجيا والأشياء الحديثة حاليا في التعليم. حاليا احنا ما بنقولش ان الطلاب بقى موجودين في فصول خاصه بيهم، لا، طالب المكفوف يجلس جنب الطالب العادي في نفس الفصل، نفس المعلم هو الذي يشرح له. كما ذكرت ان الطالب الكفيف مجرد ان هو بيسمع، يعني هو بيسمع مثل الطالب العادي، اما بالاشياء البصريه فتحولت له الى رموز ويقدر ان هو يستفاد بيها، فهو داخل الصف وليس خلاص فكره ان هو فصول خاصه او فصول منفصله انتهى الموضوع ده، ان هو دلوقتي بيتعلم بجوار الطالب. هذا هو الدمج المطلوب. طبعا ده هينعكس على العمل بعد كده، بعد ما يدخل الجامعه بينعكس على العمل ان هو بيشتغل. وبعدين خلي بالك، يعني عندنا مثلا في وسائل الناس اللي هم اللي بيردوا على التليفونات في الوظائف، دولت معظمهم مكفوفين، ده المفاجأة، لأن هو بمجرد أنه بيستخدم الوسيلة عنده أنه بيرد على التليفونات. ولكن هناك، وأعود مرة أخرى إلى القاهرة أستاذ أحمد، يعني هناك بعض التخصصات في الكليات، يعني كليات مثل الطب، هندسة، البعض يرى أن هناك بعض الصعوبات في بعض التخصصات، كيف ترى هذا الأمر؟ ما رأيك في هذا؟ حاليا ما فيش أي تخصص بقى بعيد عن متحدي الإعاقة البصرية، إلا يعني خلينا نواجه الموضوع بشيء من الواقع بعيدا عن
الأجزاء الحماسية أو ما يطلق عليه يعني الإيموشنال يعني الأمور العاطفية. مش ممكن وليس من الطبيعي أن يكون أحد القائمين على إجراء جراحة ما مثلا من متحدي الإعاقة البصرية، ده شيء صعب جدا سواء كان في الطب سواء كان في الهندسة. الكليات العملية تحتاج إلى كافة المهارات والحواس يعني تكون على قدر عالي من القدرة على أداء هذا العمل. إذن هناك آليات مناسبة أو شروط مناسبة لدمج المكفوفين في مجتمعاتنا؟ مش شروط بالمعنى الحرفي للجملة، إنما نقدر نقول إنها ضوابط. يعني زي ما قلت لحضرتك إنه ما ينفعش أدخل كلية الطب، لكن ما فيش كلية نظرية أنا حاليا ممنوع منها. ما فيش كفيف دلوقتي ما بيدخلش، كان زمان بيرفضوا إنه هو يدخل قسم إنجليزي مثلا، حاليا لا ما فيش الكلام ده. كلية الإعلام، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة وقد يتعجب السادة المشاهدين منها، إنه الشباب اللي معايا في مجلة الأخبار برايل أوائل كلياتهم. يعني أنا معايا نهلة سليمان مثلا، نهلة الأولى على كلية الإعلام في 2008 الأولى، وعازفة نهارا في أوركسترا النور والأمل، وصحفية في المساء، وجهاز التسجيل في شنطتها رايحة جاية بيه. يتعجب البعض ان كل وسائل التواصل بيننا وبين بعض هي كل وسائل التواصل المجتمعي المعروفة بيننا وبين بعض، جروب على برنامج التواصل، على الواتساب، على الماسنجر. التكنولوجيا سهلت امور كتير جدا، خلت فكرة الدمج لم تعد حلم كما كان يقال من قبل. وده اللي لازم نعترف فيه بجهود الدولة وجهود القائمين على تحدي الإعاقة في الدولة المصرية والعالم العربي بشكل خاص. اسمح لي أن ينضم لنا من الأردن راشد ربابعة مذيع إخباري، أهلا بحضرتك، تحياتي ليك. في ظل الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، فما هو الهدف من هذا الاحتفال بهذا اليوم تحديدا من وجهة نظرك؟ بداية أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، تحياتي لكل الأشخاص اللي بيشاهدوا قناة القاهرة الإخبارية في مصر الحبيبة، وأرسل أرق التحايا والأشواق من الأردن للأحباء في مصر، إحنا شعب واحد. وأنا اليوم سعيد جدا بوجودي معكم في برنامج مطروح للنقاش. شكرا جزيلا لحضرتك، شرف لنا. يعني بداية الإجابة عن السؤال، هو أنا باعتقادي أنه الهدف إن إحنا اليوم نرسل رسالة يكون محتواها أن الشخص الكفيف قادر على أن يقوم خلينا نحكي بكل ما يعني يوكل به من مهام. اليوم بلغة برايل يستطيع قراءة كل شيء، يستطيع عمل أي شيء يطلب منه بوقت يعني خلينا نحكي قياسي وبزمن يعني يكون محدود. لكن خلينا نتفق أنه لغة برايل يعني هي جميلة وبتسهل، لكن خلينا نحكي أنه مش دائما متوفر، وإن توفرت الوسائل قديمة وفي مشاكل بتأخذ وقت أحيانا بالطباعة أحيانا يعني وقت، وبكون المطلوب انه انجاز العمل في وقت اقل او يعني خلينا نحكي اسرع. لكن الوسائل القديمه والوسائل الحديثه ربما في بعض البلدان العربيه غير متوفره، وخلينا نحكي كمان انه هي غاليه جدا، مش الكل بيقدر يشتري. تجربة حضرتك والعمل في مجال الصحافة والإعلام، يعني أنا أود أن تسرد لنا ما هي أبرز التحديات التي واجهتك في دخول هذا المجال، وفي نفس الوقت ما هي أشكال الدعم التي أيضا وجدتها أكيد من الأسرة، من المجتمع، من الزملاء ربما؟ أكيد شعاري لا إعاقة مع الإرادة. ويعني خلينا نحكي أنه إذا الإرادة كانت موجودة والإصرار موجود، ويعني أنت بتقدر أنك تعمل أي شيء بدك إياه. دائما كنت يعني ألتفت للصوت، بيعجبني أي شيء فيه صوت كان يجذب. بتعرفي أنه المكفوف هو دائما بتعامل بالصوت، يعني بيحكي مع الناس، الناس بيحكوا ما بيشوف. فمن هنا انطلقت يعني المسيرة، وتأثرت بمعلقي الصوت في الإذاعات عندنا بالأردن، وبدأت أقلدهم بالبداية تقليد، ومن ثم أنهيت دراستي الثانوية والتحقت في الجامعة، جامعتي في الأردن جامعة جدارة اللي بوجه لها كل الحب والاحترام والتقدير، درست فيها تخصص الإعلام،
واللي كان يعني جدا أثبتت لنفسي وأثبتت للمجتمع وأثبتت للجميع أن الإعاقة لا تعيق. طول ما أنت يعني خلينا نحكي حاط الهدف براسك في صعوبات في تحديات إحنا بدنا نتفق عليها، وعلى الجميع اليوم أنا نشتغل مع بعض لحتى أنه نبعد هاي التحديات عن هذا الطريق. يعني هذا الطريق ما إجا خلينا نحكي أنه بالسهل، هو أنت راح تعاني وراح تواجه كثير شغلات، لكن الحمد لله رب العالمين دعم الأسرة كان موجود، دعم المجتمع كان موجود، أساتذتي في الجامعة اللي بوجه لهم كل الحب والاحترام والتقدير بادروا بمبادرة شخصية. يعني كلية العلوم التربوية عندنا في الجامعة بادرت بأنها تطبع لي كتب برايل، حتى بتعرفي كتب البرايل يعني الملفات لازم تكون وورد وتروح على مطبعة وثم يتم تحويلها، وعملية خلينا نحكي أنه المواد وورد يعني يمكن هي مطبوعة ورقيا للأشخاص الذين يعني يبصرونها، لكن الأشخاص المطبوفين بحاجة أنك تطبع. فقام فريق من الزملاء بإشراف الدكتور الحبيب الدكتور صياح الشمالي والدكتورة نجوى دراوشة والزملاء الأعزاء بطباعة هاي المواد، يعني أخذوها عندهم وهم طبعوا لي إياها وحولناها برايل. فقديش هذا بعطيك داعم وبعطيك دافع أنه أنت يعني في ناس بتفكر فيك، في ناس بتحس فيك. خلينا كمان يعني إحنا بدنا نحكي أنه التسهيلات مش موجودة بكل مكان، يعني ربما بالخليج غير موجودة، مختلفة عن الأردن وأيضا بمصر مختلف عن ماذا الخليج. تعني بتسهيلات؟ يعني سنتحدث عن فكرة الدعم النفسي والدعم المادي وأيضا التسهيلات فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم وغيرها من الملفات، ولكن أعود إلى الإمارات. أستاذ محمد، يعني يبلغ عدد المكفوفين في العالم العربي أكثر من 30 مليون كفيف، كيف أصبحت طرق التعاطي مع هذه الفئة؟ وأيضا يعني لماذا هذه النسبة بهذا يعني الرقم في الدول العربية؟ هل هناك أسباب معينة؟ طبعا بيكون فيها دائما الإعاقات بيكون في أسباب صحية، وحتى الأسباب الصحية في منها ما هي الجينية ما قبل الولادة، وفي منها اللي هي أثناء الولادة، وأما الإصابات والحوادث في كمان اللي هو المكفوف اللي هو بيفقد البصر بالتدريجيا. ففي نوعين من المكفوفين، في المكفوف اللي هو ولد مكفوفا، وفي اللي هو لغايه بعد الست سنوات، اللي هو يعني احنا مثلا بنفرق ما بين الاثنين، ان بنقول ان قبل ست سنوات اللي في الحاله دي بيعرف الالوان ويعرف ان هي الصور ويعرف اقاربه، ولكن بعد ما يفقد البصر بست سنوات بيتنيه متذكر اللي هي قبل الست سنوات ويتذكر الالوان. اما اللي بيفقد البصر قبل الست اعوام فده ان هو بيشوف عنده الابيض والاسود. ولكن انا عندي ملاحظه جديده جدا وده احب اطرحها من خلال حضراتكم. اتفضل. الان بعد ما كنا بنتكلم على حالات فرديه وقصص فرديه وتحديات فرديه، مش ملاحظه ان احنا بنتكلم على طلبه جامعه ومجموعات؟ يعني تحول التحدي من فردي الى جماعي، وبالتالي احنا بنقول ان بقى في وظائف، كان دلوقتي حتى في الملاكتفي الوظائف على الإذاعة بل وصل إلى التلفزيون وشفنا نماذج. هل بسبب وجود التكنولوجيا المرئي؟ يعني هذه نقطة مهمة، هل أضافت التكنولوجيا للغة برايل؟ لأنه البعض يعني هناك بعض التخوفات لدى البعض بسبب تطور التكنولوجيا والاعتماد على التكنولوجيا أن يضغي هذا على لغة. أقول لحضرتك على شيء، دلوقتي برامج الويندوز في الكمبيوتر أو الآيفون والموبايلات فيها أجزاء مخصصة للمكفوفين. فعشان كده احنا بنقول احنا سهلت جدا التكنولوجيا، سهلت جدا كل هذه الاشياء، ولسه في تقدم وفي ابحاث، في ابحاث دلوقتي موجوده. سنتحدث اكثر حول التكنولوجيا تحديدا، ولكن بعد الفاصل. ابقوا معي ضيوفي الاعزاء واكيد مشاهدينا الكرام.
هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم من جديد. هذا مطروح للنقاش اليوم. نحن أمام قصة طفل كفيف هو برايل الذي أنار الطريق للمكفوفين، لتأتي أسماء عربية عظيمة وتسير على طريقة المجد وكتابة التاريخ المفروش بالصعوبات ربما، ولكن أيضا ممزوج بالإبداع كالاستثنائي سيد مكاوي ملحنا ومطربا، وعمار الشريعي الذي أبصرنا بأنغامه الكثيرة من المعاني وأيضا ألحان لا تنسى، وطه حسين الذي لم يبصر الحروف ولكنه توج عميدا للأدب العربي. لذا اليوم قصص ملهمة، أسماء مهمة. هل الجهود المبذولة اليوم لتمكين المكفوفين كافية لإخراج قامات ثقافية فنية علمية تستكمل الطريق؟ هذه أسئلة أيضا مهمة وأسئلة أخرى كثيرة، لذلك نستكمل النقاش. أعود مرة أخرى إلى القاهرة أستاذ أحمد المراغي رئيس تحرير الأخبار برايل. يعني هل تعتقد مع وجود برايل وانتشار برايل في العالم كله وأيضا التكنولوجيا، الآن نحن نتحدث عن وسائل تكنولوجية مخيفة، يعني هناك العديد من الأبحاث تعتقد أن في السنوات المقبلة سيكون هناك نظارات حديثة واختراعات حديثة تستطيع أن تكون حلول للكثير من الأمراض المتعلقة بالكثير من الإعاقات. هل تعتقد أن بوجود هذه التكنولوجيا والتطور الرهيب يمكن أن نرى أسماء تستكمل الطريق في العالم العربي كطه حسين والأسماء التي طبعا هي أسماء غيرت التاريخ؟ ربما تلاحظين سيدتي شبح ابتسامة يعني على وجهي، لأن هذا السؤال طرحته لنفسي وللآخرين كثيرا. ما وصلنا إليه من تقدم، ما وصلنا إليه من تقنيات وإمكانيات وإعلام لم يستطع أن يأتي بنا إلى يومنا الحالي بطه حسين جديد، لم يستطع أن يأتي بسيد مكاوي وعمار الشريعي مرة أخرى. طرحت على نفسي السؤال وطرحت على المهتمين من منطلق إنه اهتمامي بالمجال، ليه إحنا دايما العيب فين؟ حاولت أدور كتير جدا، العيب في الإعلام. وقتها كان في إعلام قادر على أنه يطرح أسماء القامات اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيهم، بس برضو مش زي دلوقتي. إحنا دلوقتي أكتر الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والإعلام ووسائل التواصل عندها قدرة على أنها تشهر أي اسم. يعني فعلا حضرتك طرحتي سؤال يعني أنا شايفه من أهم الأسئلة اللي إحنا لازم نتوقف أمامها بالمؤتمرات وبالتدريب واستذكار الماضي وتناول الحاضر عشان نعرف احنا ليه واقفين عند هذه القامات. حتى يومنا الحالي لو دورتي حضرتك في أي مكتبة في العالم العربي وخصوصا على أرض مصر هتلاقي انه قسم المكفوفين فيها مكتوب عليه قسم الدكتور طه حسين. طبعا. لماذا؟ لأنه لم يأتي طه حسين آخر. ف احنا توقفنا طويلا. انا حتى يعني انا مش عايز احلم واقول انه، مع انه المفروض احلم انه يبقى في وزير في الحكومه من متحدي الاعاقه سواء كانت بصريه او غيرها، لا خلينا نقول من المسؤولين. مش عارف فعلا يعني، ولكن هناك خطوات حقيقية الفترة الأخيرة تحديدا كانت خطوات ملموسة وأيضا ملفات اهتمت وسعت كثيرا، ليس فقط لرفع وعي المجتمع ولكن أيضا يعني ملف السياحة، هناك اهتمام بالجزء الخاص ببرايل تحديدا فيما يتعلق بموضوع حلقة اليوم. أيضا شواطئ، رأينا شاطئ في الأسكندرية، رأينا الكثير من المواهب، وحتى بشكل فردي هناك الكثير من النماذج الفنية والمواهب الفنية والرياضية تحديدا. الملف الرياضي مليء بأسماء كبيرة
ومهمة، ربما نحتاج المزيد، ربما نحتاج الكثير من الدعم على أصعدة كثيرة، منها أيضا الجانب النفسي. فيما يتعلق بالجانب النفسي وهذا جانب مهم، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن اسمح لنا أيضا واسمحوا لي ضيوفي أن ينضم لنا من العراق موفق الخفاجي نائب رئيس المنظمة العربية لذوي الإعاقة، وربما لديه أكيد رأي حول هذه الأسئلة. هل نستطيع تقييم جهود العالم ناحية المكفوفين بأنها خطوات جادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع الواحد؟ وأيضا هل هناك خطوات يعني سريعة وجادة وعلى أرض الواقع بالفعل، أم نريد المزيد؟ وجهة نظرك تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة الطيبة، وشكرا لكل المتابعين والمشاهدين والعاملين على هذا البرنامج المهم والقيم الذي يتماشى مع الحدث، مع يوم بريل، هذا اليوم الذي اليوم تستنفر كل الوسائل المتاحة وخصوصا المهتمين في هذا الشأن لكي يسلطوا الضوء على أهمية هذه الفئة المهمة من الناس الذين يعيشون بين أقرانهم، ومن المفترض أن يكونوا متساوين معهم في الحقوق والواجبات والمشاركات وكل ما يستحقه كإنسان. هناك الكثير من التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية مختصة بهذا الشأن، وهي معاهدة مراكش التي اختصت بقضايا التثقيف وصول المعلومة والنشر والانتشار بهذه الطرق العلمية الحديثة المفروضة التي يستخر لها وتتماشى معها حداثة التكنولوجيا لكي تنسجم مع حق وصول المعلومة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. للأسف ما زال في منطقتنا العربية هذه الاستحقاقات ما زالت دون مستوى الطموح من خلال التقييم والمؤشرات، لكن هناك طفات نوعية حقيقة أبدع فيها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أنفسهم وأقحموا أنفسهم في النجاح وتسجيل واقع وتألق وإبداع، وصاروا قصص يحتذى بها ويكونون نبراسا للآخرين يقتدى بهم. هذا إذا ما أعطينا نسبة كم عدد هؤلاء إلى العدد الكلي للأشخاص المكفوفين في المناطق العربية، للأسف يكون عدد محدد. يعني ماذا عن نجومية حضراتكم تحدثتم عن أسماء لامعة وأسماء لها أثر في التاريخ، طه حسين ومكاوي وغيره، يعني نستذكرهم كأشخاص معدودين، لا نستطيع أن نستذكر مئات وآلاف وعشرات الآلاف. لماذا؟ بينما نستذكر الآخرين بأعداد مليونية تقريبا. عندما قارنا من حصلوا على شهادات العليا في الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية نقارنهم بالآخرين، وهذا يجعلني أسأل عن كيف نقيم التجارب الخاصة بدمج المكفوفين. اسمح لي أن تنضم لنا عبر الهاتف من فلسطين وردة شنطي، إعلامية وناشطة حقوقية بمجال الإعاقة. عملية الدمج هي عملية مهمة، كيف تقيمين هذه العملية على أرض الواقع؟ مساء الخير عليكم جميعا، يعني أنا كثير سعيدة بهذه المقابلة. يمكن الموضوع جدا مهم أنه يطرح على وسائل الإعلام، هي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا بشوف يعني إذا بنتكلم على مستوى فلسطين، هناك مشاريع قائمة، مشاريع دولية ضمن مؤسسات محلية ترعى تغيير نظرة المجتمع السلبي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه المشاريع طبعا تعمل على إدراج وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي كافة الوزارات الفلسطينية. مثلا نتكلم على إدراجهم في المدارس العامة مثلا، لكن الإدراج لا يكون بالسهل كما نتوقع عزيزي. الإدراج يكون بتوفير البيئة المناسبة، وما أقصد بالبيئة المناسبة هنا جعل سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه البيئة بطريقة آمنة وسهلة جدا وباستقلالية دون مساعدة أي أحد من الأشخاص أو المرافقين. يعني للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية
تعزيز وصول أشخاص للمرافق العامة أو حتى المواقع الإلكترونية بعد دخول التكنولوجيا إلى عالمنا ليس بالسهل وليس كمان بالاهتمام الكبير. هناك دور منتظر من العاملين أكيد في مجال الإعاقة لدعم المكفوفين وأيضا تأهيل الأسر والمجتمعات نفسيا وأيضا حتى التصرفات حتى التعامل بشكل إن صح التعبير بلا إحسان بلا محاولة أن هذا الشخص مختلف عني، بالعكس قد يكون متميز أكثر من الشخص العادي. يعني اسمح لي أن أوضح أكثر من نقطة في هذه سريعا، بعتذر طبعا لضيق الوقت ولكن نعم. سريعا عزيزتي، المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ليست فقط الأسرة، ليس فقط قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، القطاع الحكومي، الدولة مسؤولة، الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم مسؤولون عن التوعية المجتمعية. لكن قضية التمييز أنه الشخص ذوي الإعاقة هو مميز، هذه نظرة ليست بالصحيحة. نقول أنه التمييز الإيجابي أيضا نحن كحقوقيين نرفض رفضا تاما، لأنه ممكن أي شخص كان بإعاقة أو بدون إعاقة يكون متميز. هذه نقطة مهمة جدا، وبالطبع سنحاول أن نتناول تفاصيل أكثر حول تحديدا يعني هذه الجملة وهذا المصطلح. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المكالمة السريعة ولكن أثرية، شكرا جزيلا. كنت معنا من فلسطين وردة الشنطي، إعلامية وناشطة حقوقية بمجال الإعاقة. أعود سريعا إلى ضيوفي بشكل سريع، كلمة أخيرة في اليوم العالمي للغة برايل. أبدأ من القاهرة أحمد المرغي، تفضل سريعا. نعود لصاحب الذكرى الذي أعطانا درسا في أنه لا استسلام، الأمل موجود طوال الوقت. وأختص في عجالة في سريعة جدا جملة ما قال له، كيف استقبل مديره في المدرسة وهو ابن 16 ولم يبلغها وقتها، كيف استقبل منه فكرة أنه اخترع طريقة جديدة لطريقة برايل. اذهب لتلعب مع رفاقك، كيف تفكر أنك اخترعت شيئا ما؟ لا، تواصل معه، تعامل مع الفكرة بنوع من المهنية الشديدة جدا، أثقل التجربة ساعده على انتشارها، وهو ما نحتاجه من كل مسؤول تقف أمامه فكرة ربما تغير شكل العالم فيما يلي. صحيح، أنا بشكرك ولكن ابقى معي سنختم، ولكن أذهب إلى الإمارات. أستاذ محمد، يعني كلمة أخيرة، وأيضا إذا أردت تعقيب على فكرة هل أصبح الآن المجتمع العربي أكثر وعيا للتعامل مع فئة المكفوفين من وجهة نظرك؟ اسمح لي أن أنا أوجه كلمة للمكفوفين، اجعلوا من الألم أمل، كما وأنتم قادرون فعلا، وأنتم قادرون على التحديات، وخاصة بعد سهولة استخدام هذه الأجهزة وتوفير كل شيء لكم. أما بالنسبة لنقطة مهمة جدا كان ذكرها الأعضاء اللي هي التكلفة الغالية للمطبعة، أنا بدعو من هذه القناة المهتمة جدا بالموضوع والممتازة وبتلعب دور جدا مهمة جدا في توعية المجتمع، لماذا لا تكون هناك مطبعات مركزية؟ يعني تكون في كل مدينة أو محافظة مطبعة مركزية تكون خاصة بالمكفوفين، بدل ما بنقول إن إحنا بنعتمد مثلا على مجهودات ذاتية أو كده. لا، أنا بدعو إن يكون في مطابع مركزية للمكفوفين خاصة بطريقة برايل، وكما ذكرت أنها طريقة وليست لغة. أذهب أنا بعتذر لضيق الوقت ولكن أذهب إلى زميلي مذيع الأخبار من الأردن راشد، كلمة أخيرة واختم معي حلقة اليوم إذا أردت. بداية أجدد الترحاب بالجميع وكل الشكر لقناة القاهرة الإخبارية على طرح مثل هذه المواضيع الذي نحن بحاجة ماسة اليوم أن تطرح عبر وسائل الإعلام. أكيد دائما نقول بالهمم نعلو القمم، ربما سنواجه الكثير من العقبات، سنواجه الكثير من التحديات، ولكن نقول دائما لا إعاقة مع الإرادة، ويعني يمكن أن نحول الألم إلى أمل. وأقول دائما مقولتي الشهيرة في الأردن، يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. قدمت تجربة في تقدم جزيلا لك. قدمت تجربة
في تقديم الأخبار عبر شركة التأجر الإعلام في الأردن. شكرا جزيلا لك، بعتذر لضيق الوقت ولكن بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا، أود أن أشكر من القاهرة أحمد المراغي رئيس تحرير أخبار برايل، ومن الأردن راشد ربابعة مذيع إخباري، ومن الإمارات أحمد نصر أخصائي التربية خاصة. شكرا لحضراتكم، كنا معكم والنقاش حول اليوم العالمي للغة برايل والصعوبات التي تواجه المكفوفين في مجتمعاتنا العربية. وغدا حلقة جديدة وموضوع جديد مطروح للنقاش دائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.